الطائرة، حكاية من التراث الإنجليزي. يحكى أنه في إحدى القرى الصغيرة عاش رجل عجوز مجتهد وزوجته. كانت السيدة العجوز ثرثارة، ولم تكن تترك حديثا دون أن تخبر به الجميع. فإذا قام الرجل العجوز بقطف الثمار البرية، راحت تنشر الخبر في القرية، وأخذت قصة الثمار تكبر وتكبر. لقد قام زوجي بقطف الثمار. ها؟ ها؟ قام زوجي بقطف الثمار البرية. وهكذا عرف جميع سكان القرية والقرى المجاورة بقصة جني الثمار في ذلك اليوم. زوجي قطف الثمار البرية. زوجي قطف الثمار البرية. نعم يا كبيرة. زوجي قطف الثمار البرية. زوجي قطف الثمار البرية. إنها كبيرة جدا، كبيرة بحجم كبير أكبر. لقد قطف الثمار البرية. هل سمعت بالخبر؟ توجد ثمار برية في الغابة، هيا نجني بعضا منها. هيا. حقا؟ فلنصنع المربى من هذه الثمرة ونبيعها في المدينة. فرصة مناسبة، هيا. هيا ثمار برية. ثمار برية. ماذا؟ لا توجد ثمرة واحدة؟ أنت التي دعيت ذلك. ها؟ أين الثمرات البرية؟ أين شيء؟ لماذا أحط كل الثمرات البرية؟ لماذا أيها العجوز؟ عانى العجوز كثيرا بسبب ثرثرة زوجته. نعم. وذات يوم لقد أصبحت ثريا، ولكن كيف أحمله؟ ناهبة من الله دون شك. إذا ذهبت بالذهاب إلى البيت ستقوم زوجتي بإخبار الجميع. لقد وجد زوجي كمية هائلة من الذهب، لقد عثر على منجم مليء بالذهب. نحن أغنياء الآن، لقد وجد ذهبان، ذهب كثير جدا. سوف يسيء الجميع معاملتي، يجب أن أفكر بحل مناسب. نعم، وجدتها، فكرة جيدة. فكر الرجل العجوز وذهب مسرعا إلى المدينة، فاشترى سمكة حية من سوق السمك وأرنبا من سوق اللحوم. والآن ترى ما الذي كان يخططه العجوز؟ أيتها المرأة العجوز، لقد صادفني حظ رائع هذا اليوم. ماذا حدث؟ هيا أخبرني بسرعة، أخبرني. هيا أيها الرجل. يا إلهي، لماذا لا تتكلم؟ تكلم أرجوك، تكلم. يا إلهي ماذا أفعل؟ إنك لا تتكلم، أي شيء، سأموت. يا إلهي تكلم أيها الرجل. حسنا تعالي إلى هنا. هيا. شكرا. لقد وجدت ذهبا. حقا؟ هل وجدت الذهب؟ إنك رائع يا زوجي، رائع. أسرع يا رجل، أسرع. أيتها العجوز اهدئي، لن يأخذه أحد. ولكن يا زوجي العجوز، هل يوجد ذهب هناك بالفعل أم كنت تحلم؟ تأكد يا رجل. ماذا؟ لم أكن أحلم، هناك أشياء غريبة تحدث هذه الأيام. السمك يتسلق الأشجار ويسبح في السماء، والحيوانات تعيش في الماء، أليس هذا غريبا؟ ماذا قلت أيها الرجل العجوز؟ هل أنت واثق من أنك لم تكن تحلم؟ أحلم؟ انتظري قليلا وسترين بنفسك. السمك يسبح في الفضاء. لقد تغيرت أحوال الدنيا يا زوجتي العزيزة. نعم صحيح، ولكني لن أصدق قبل أن أرى بنفسي. نعم سأرى بنفسي.
أيتها المرأة العجوز، هذه سمكة حية. نعم، مستحيل، لن أصدق، كيف ذلك؟ أيها الرجل العجوز، إلى أين أنت ذاهب؟ أرنب، هناك أرنب سأصطاده. نعم، ها إنه أرنب سمين. إنه شهي. انظري، إنه أرنب كبير. تصطاد الأرنب من النهر؟ إن الدنيا تغيرت فعلا. نعم، لقد تغيرت. أيتها العجوز، هذا هو الذهب. ماذا؟ كل هذا ذهب؟ 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 هذا، لا، هذا ذاك. سوف أذهب للغابة. تبدلت أحوال المرأة العجوز وانصرفت عن أعمالها. نسيت وعدها وراحت تخبر جميع أهل القرية بالكنز. لقد وجد زوجي الذهب، ذهب بكميات كبيرة جدا. نعم، لقد وجد ذهبا. لقد وجدنا ذهبا كثيرا. نعم يا أصدقائي، هيا كلوا جميعا، نحن نملك الذهب الكثير. هيا اشربوا العصير، اشربوا كلوا جميعا. يا إلهي، أيتها العجوز، أرجوك أن تكفي عن تصرفاتك الحمقاء ودعينا نعيش في هدوء كما كنا نعيش من قبل. نعم، ماذا تقول أيها العجوز؟ لدينا مال وفير، دعنا نبني لنا بيتا كبيرا وقصرا فخما، ونأتي بالخدم ونعيش في ثراء ونعيم، أكون أنا الأميرة وأنت الأمير. لن أقبل بذلك. ماذا تقول أيها العجوز؟ وهل سأحرم من الاستمتاع بثروتي؟ بماذا تفكر أيها البخيل؟ كلا، لن أحرم نفسي، وسأشكوك إلى الحاكم. نعم، سأحرمك درسا. غضبت المرأة العجوز كثيرا وذهبت إلى السلطات المحلية تخبرهم بأن الرجل العجوز قد عثر على تل من الذهب وأنه يحتفظ بهذا السر لنفسه، فأرسل الحاكم موظفيه إلى القرية للعثور على الكنز. لا أعرف شيئا عن الذهب، صدقني لا أعرف شيئا أبدا. لا تكذب، إن لم تسلمنا الكنز سوف يقبض عليك في الحال. لا داعي للاتهامات يا سيدي، إن ما رأته المرأة العجوز لم يكن إلا حلما. إن كنت تصر على إنكار الأمر فلتستمع إلى قصة السيدة العجوز. نعم يا سيدي، عندما سمعت من زوجي بوجود الكنز ذهبنا معا إلى الغابة في الحال، وأثناء الطريق رأينا سمكة. كانت هذه السمكة تسبح في الفضاء. سمكة تسبح في الفضاء؟ نعم يا سيدي، كانت تسبح في الفضاء، وقد اصطدنا أرنبا يسبح في النهر، وقد وجدناه هناك في النهر. أيتها العجوز، هل تسخرين مني؟ على العكس، أنا أقول الحقيقة، صدقني. نعم، أقول الحقيقة. لا، صدقوني، أنا أقول الحقيقة، صدقوني إنها الحقيقة. لا تضحكوا هكذا، لكن هذه هي الحقيقة، لقد رأيتها بعيني. هذا جزاء من يثرثر يا عزيزتي. Ha 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 ha!
سخر الجميع من قصة السيدة العجوز، فشعرت بالخجل من نفسها. ومنذ ذلك الحين أقلعت السيدة العجوز عن عادتها السيئة، ولم تعد ثرثارة كما كانت من قبل، وعاشت مع زوجها في سعادة.